السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوربة الهريس بدي اياي، شوربة وايد لذيذة ومعتمدة عندي. بسم الله نبدي. اول شي حطيت بالانستنت بود ديو 6 نص كوب هريس منقوع، نص صدر دياية نية او مستوية عادي، كوب من مروق الدياي، ما عندك حطي مكعب واحد، رشة فلفل اسود، رشة كركم، ملعقة صغيرة ملح، كوبين ماي مغلي. اللي ما عندها مروق تحط 3 أكواب ماي مغلي. حطيته على برنامج الحبوب 40 دقيقة، استوى عندي الهريس 100%. ضربته بالخلاط، تالي ضفت عليه نص كوب ذرة مع رشة فلفل أسود، حبيت طعم الفلفل الأسود زيادة يكون. آخر خطوة حطيت ملعقة كبيرة من كريمة الطبخ عشان أبي الشوربة تكون بيضة. هذه شوربتي اللذيذة، تجربينها بالعافية، راح تكون معتمدة أنا متأكدة، ولا تنسوني من دعواتكم.